في المشهدية. في المشهد الساخن، تشي جينغ بينغ رئيساً للصين في ولاية ثالثة. هل ينجح قائد النهضة الصينية في تكريس بكين مدخلاً لعالم متعدد الأقطاب؟ في المشهد السياسي، بن فرحان يضع وقف إطلاق النار على سلم أولويات بلاده في اليمن. هل تنجح السعودية في تجاوز العراقيل الأمريكية؟ في المشهد الإنساني، فاجعة قبالة سواحل تونس ومئات المهاجرين يتدفقون إلى لامبيدوزا الإيطالية، ما ينعش موسم الهجرة عبر المتوسط. وفي المشهد أونلاين، مخترع الهاتف المحمول يتنبأ دمجه في جسم الإنسان، خيال علمي أم آفاق تكنولوجية واعدة؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساء بتوقيت القدس الشريف